نظم العشرات من أهالي حي الرحمن في ناحية أور بمدينة الناصرية تظاهر للمطالبة بإنصافهم. المتظاهرون طالبوا حكومة ذي قار المحلية بالتدخل لوقف تنفيذ قرار بلدية أور القاضي بإزالة بيوتهم، والبالغ عدد ساكنيها أكثر من 150 عائلة، جلهم ناس كسبة وعاطلين عن العمل. نشد على إيد أي واحد يعمر البلد، لكن احنا ضد ناس تتفلش في سبيل شارع ينحرف على البيوت الآمنة. 100 بيت في 5 نفرات، 500 نفر راح يشردون في سبيل شارع ينحرف عن مساره. احنا مطالبنا تقليل الأرصفة، مطالبنا هاي اللي تشوف الناس فقراء لا حول ولا قوة، ما يقدر يطق له طابوقه. الناس سكنت حي الرحمن، عدد سكانه ما يغارب فوق الالف، 1000 ونص يعني نسمه به. الشارع اجى احنا وين الاعمار ما يخالف الشارع اللي نشتغل، احنا محتاجين الشارع، بس احنا شنو مطالبين منهم؟ مطالبين منهم احنا يقللون الارصفه، لان الناس راح تتضرر هواي، والبيوت طبعا فوق ال 150 بيت راح تتضرر، وعوائلها كل شيء ما عندها. اذا فلشوا هاي العالم وين تروح؟ يعني تسكن بالشارع. فاحنا نطلبه من الحكومه المحليه مال الناحيه شوي يراعون هاي الناس، واذا يحسبون حساباتهم والشارع هذا يقللون الارصفه مالته، بدل ما رصيف، يعني انت رصيف هو يعني رصيف. فاحنا نطالب من عندهم بس هذا اللي نريده من عندهم، يديرون بالهم على هاي الناس الفقره.